أهلا بكم مجددا في وقت يجتمع فيه ما يطلق عليهم ضامدو الستانة حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان. تواصل طائرات الاحتلال الروسي وميليشيا أسد قصفها على إدلب، موقعة المزيد من الضحايا المدنيين ومتسببة بنزوح الألاف، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب انعدام المساعدات الإنسانية خاصة في مخيمات الشمال السوري. نتابع التقرير ونبدأ بالنقاش. في وقت تنطلق فيه اجتماعات ضامني أستانة حول سوريا في كازاخستان، تنطلق طائرات ما يفترض أنه الضامن الروسي لتوزع حمولات الموت على مدن وبلدات إدلب، فتوقع قتلى هنا وجرحى هناك، فيما يبقى تقاطر دفعات النازحين سيد الموقف. فشهادات الناجين تؤكد أن القصف لم يستثني مشفى أو مخبزا أو مدرسة كما يحدث هنا على سبيل المثال للحصر. هو التصعيد الأعنف على ما تسمى منطقة خفض التصعيد منذ تشرين الثاني الماضي، تصعيد أدى لمقتل أكثر من 156 مدنيا ونزوح نحو 100,000 مدني وفق تقرير فريق منسق الاستجابة، الذي اعتبر ذلك مخططا يهدف لتهجير المدنيين تمهيدا لإحداث عملية تغيير ديموغرافي. يدعم هذا أن مناطق كاملة جنوب وشرق إدلب باتت خالية من سكانها حسب ناشطين. وعلى ضوء تلك النيران تحاول الميليشيات الطائفية تثبيت نقاطها في محاور المحافظة، متبعة ما يعرف بتكتيك القضم التدريجي، وسط تساؤلات عن جدية الفصائل في مواجهة تلك الميليشيات، وخاصة هيئة تحرير الشام باعتبارها الأكثر عددا وعتادا في المحافظة. والسؤال المتكرر المعتاد الذي يطرح هنا، أين الضامن التركي الذي تنتشر نقاطه في منطقة خفض التصعيد؟ وهل هو بحاجة لمزيد من اللاجئين على حدوده أو فوق أراضيه؟ وبات التساؤل أكثر إلحاحا مع مخاوف حذرت من مقايضة جغرافية ما، خاصة بالنظر لتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسكان مليون نسمة في مدينة تل أبيض ورأس العين شمال سوريا. من إدلب العز، نحن ما زلنا بإدلب ولا أحد معنا سوى الموت. أمام تلك المخاوف والتساؤلات أطلق ناشطون هاشتاغ إدلب تحت النار في محاولة للفت أنظار العالم لمأساة المحافظة، علما أن العالم ذاته أرعد وأثبت بشأن العملية التركية الأخيرة شمال سوريا، فلم يبقى زعيم أو رئيس دولة كبرى أو اتحاد إقليمي لم يبدي خشية على حياة المدنيين هناك، وها هو يغط في سبات عميق ويغلق عينيه قبل أذنيه عن نداءات الاستغاثة. فشمال سوريا كما يقول غاضبون يوجد فيه نفط، وما عداه من مناطق فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد حلاج مدير فريق منسقو الاستجابة السورية معنا من الريحانية، كما ينضم إلينا أيضا العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري من اسطنبول، والمحلل السياسي مصطفى حامد أوغلو معنا من اسطنبول أيضا. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك أستاذ محمد حول الأحصائيات الأخيرة المتوفرة لديكم حول أعداد الشهداء الجرحى النازحين في الشمال السوري في ظل الهجمة العنيفة التي تشنها ميليشيا أسد والاحتلال الروسي على إدلب. أستاذ محمد هل تتمكن من سماعي؟ على ما يبدو أن الأستاذ محمد لا يتمكن من سماعي، سأعود إلى الأستاذ محمد، أنتقل إلى العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري من اسطنبول. يعني سيادة العقيد، هل نحن أمام سياسة تهجير ممنهج ليتبعها حالة من القضم ما تشهده بلدات ومدن جنوب إدلب وجنوب إدلب الشرقي والجنوب الغربي أيضا؟ السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين، تحية للضيوف الكرام. ما يحدث في إدلب هو كارثة بحق تهجير كل سكان المنطقة الجنوبية والشرقية، تهديم كل هذه البلدات حتى أصبحت ركام أو آثار أطلال.
لم يبقى فيها إنسان في تلك المنطقة. هناك استهداف مباشر من قبل الطيران الروسي وطيران النظام والمدفعية وكل أنواع الأسلحة. وإذا كان هناك متسع، لنتكلم عن إحصائية معينة صدرت من قبل الدفاع المدني في هذا الصدد، إذن هذه العملية التهجير والقتل هي عملية ممنهجة من أجل ضمان عدم عودة النازحين إلى تلك المنطقة. هناك تغيير ديموغرافي، هناك سياسة القضم، إذن الروس والنظام يريدون إنهاء هذه المنطقة، وخاصة بأنهم يعتبرون كل من يحمل البندقية ضد نظام بشار الأسد هو إرهابي. لذلك يتم قصف المشافي، الأفران، المدارس، دور العبادة. يعني هناك 31 مسجد، هناك كنيسة، هناك 55 مشفى ونقطة طبية، هناك 75 مدرسة، هناك أكثر من 12,600 غارة جوية خلال يعني عدة شهور في هذه المنطقة. إذن هذه الكارثة الإنسانية التي كان يتحدث عنها العالم ويعني يخوف منها هي الآن أصبحت أمرا واقعا. ماذا يعني ويتفرج أن العالم اليوم على ما يحدث النازحين. سيادة العقيد، يعني اليوم كل ما يجري ترى بأنه حالة ممنهجة وعسكرية تهدف لتسوية هذه المدن والبلدات بالأرض ليتم التقدم إليها من قبل ميليشيا أسد والاحتلال الروسي، أم ضمان عدم عودة الأهالي إليها مهما كانت النتائج لاحقا؟ العمل العسكري ليس عفويا، هو عمل ممنهج ومخطط. الطيران والروس هم من ينفذ هذه العملية، ونظام الأسد عبارة عن واجهة للروس وللإيرانيين في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى. إذن عملية التهديم واستهداف كل البنى التحتية من مشافي ومدارس ودور عبادة وأفران ومحطات مياه وكهرباء ووقود هو عملية حتى يضمنون عدم عودة الأهالي إلى هذه السكان، وبالتالي تتقدم قوات النظام والميليشيات الإيرانية وكل هذه العصابات المجرمة إلى السيطرة على هذه البلدات وهذه القرى ودفع السكان الذين كانوا في هذه المنطقة والانتقام منهم ودفعهم باتجاه المجهول. اليوم من يرى المنطقة شمال محافظة إدلب هي عبارة عن منطقة مستنقع من المخيمات التي لا توجد فيها أدنى مقومات الحياة. الأطفال لا يتابعون المدرسة، لا توجد هناك يعني رعاية طبية ولا رعاية صحية ولا غذاء، يعني والجميع يرى هذا الأمر بأم عينه في للحديث مناطق أكثر وخاصة سيادة نحن عقيد. في نعم. فصل الشتاء. يعني حول هذا الموضوع دعني أنتقل للأستاذ محمد حلاج، مدير فريق منسقو الاستجابة السورية. بداية مساء الخير أستاذ محمد، إحصائيات أخيرة يعني تمكنتم من توثيقها حول أعداد اللاجئين اليوم في الشمال السوري، أعداد النازحين، أعداد من استشهد وأيضا أعداد الجرحى. نعم، بداية مساء الخير لك والسادة المشاهدين وإلى ضيفك الكريم. حقيقة اليوم يصادف اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1948. نحن اليوم في عام 2019، سكان شمال غرب سوريا يعانون بكافة المسببات التي أدت إلى نزوحهم، إلى تشردهم. حتى اليوم مزقنا نزوح أكثر من 92,000 نسمة من مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الجنوبي الشرقي. تتزامن هذه الحركات النزوح المستمرة حتى الآن والتي لا زالت فرقنا الميدانية في المنطقة تقوم بإحصاء النازحين الوافدين أو الفارين من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة نسبيا. نعم. اليوم تتزامن هذه حركات النزوح مع حدوث كوارث طبيعية، فيضانات في المخيمات المنتشرة في المنطقة. حتى هذه اللحظة وثقنا أضرار في 29 مخيم، أي تضررت أكثر من 3,000 عائلة. حتى هذه اللحظة هناك مشاكل كاملة في موضوع الاستجابات الإنسانية في المنطقة والتي تتكرر كل عام للأسف، ونكرر نداءاتنا حول هذا الأمر، لكن للأسف لا تزال الاستجابة الإنسانية لموضوع النازحين ولموضوع الكوارث الطبيعية التي حلت في المنطقة حتى الآن ضعيفة جدا ولا تتجاوز 3%
في أقصى تقدير. طيب أستاذ محمد، فقط للتوضيح، يعني نتحدث عن 92 ألف نازح خلال فترة يعني الشهرين الأخيرين أم أكثر، أم أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية؟ ما هي المدة الزمنية لنزوح المدنيين اللي تم إحصائهم؟ نعم، هذه الأعداد 92 ألف نسمة هي خلال نزوح خلال 5 أسابيع فقط، وهذه الأعداد هي أعداد أولية، لن نتكلم عن أعداد غير موثقة لدينا، لكن هذه 92 ألف منذ مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر وحتى هذه اللحظة لا زالت الفرق الميدانية لدينا منتشرة، إن كانت في المخيمات، إن كانت في مداخل المدن، في مداخل القرى، على الطرق التي يخرج منها النازحون الفارين من العمليات العسكرية تقوم بإحصاء الأعداد. وقلت لك قبل قليل لا نصرح إلا بالأعداد الموثقة لدينا، هذه نعم. الأعداد هي حتى هذه اللحظة هي 92 ألف نسمة خلال 5 أسابيع فقط. نعم أستاذ مصطفى، بداية مساء الخير، يعني 92 ألف نازح من الموثقين خلال 5 أسابيع في جنوب إدلب وجنوب الشرقي، لا يوجد أي مستشفى أو نقطة طبية، والكثير من المصابين يعني يتوفوا على الطريق بسبب نقص الرعاية الطبية وعدم وجود نقاط طبية والقصف الكثيف. اليوم تركيا هي ضامن للاتفاقيات التي وقعت في ستانا وفي سوتشي، ومن المفترض أن تكون هذه المناطق يعني هي ضمن مناطق خفض التصعيد، وأيضا اليوم تركيا هي جانب متضرر لأنه النزوح يتجه باتجاه حدودها والأرقام عالية جدا، وحتى المساعدات يجب أن تدخل من الحدود التركية إلى شمال سوريا، والاتهامات بالتقصير لهذه المنظمات وما إلى ذلك. يعني هناك مسؤولية من الجهتين كضامن، وأيضا لها يعني لها ما لها وعليها ما عليها بموضوع النازحين. ما هو الموقف التركي إزاء ما يجري اليوم في إدلب؟ أول مساء الخير لكم والمشاهدين الأعزاء والضيوف الكرام. يعني صراحة منذ 8 سنين والشعب السوري يقتل والشعب السوري يباد والشعب السوري يهجر، والضمير العالمي مات من زمان. اليوم هناك غياب يعني للموقف العربي وللجامعة العربية وللدول العربية، لم يبقى هناك أحد يعني يهتم بمأساة الشعب السوري رغم كل الأسلحة الكيماوية والغير كيماوية التي استخدمت في ضد الشعب السوري. يعني تركيا هي الوحيدة اليوم الموجودة والمتضررة، المتضررة الأكثر صراحة يعني بما حصل من بسوريا. تركيا صحيح أنها هي الضامن وهي يعني الشريك ربما نقول في مباحثات الأستانة وسوتشي، لكن يعني أيضا يجب أن ندرك أن الواقع أن اليوم تركيا وحيدة لوحدها لا تستطيع إلا ربما محاولة عرقلة بعض السيناريوهات التي أكثر هي ضررا. ربما نستطيع أن نقول أنها تختار أهون الشرين أو يعني أخف الضررين. لا يمكن أن تكون تركيا هي يعني الجناح الوحيد للوقوف أو يعني المعول الوحيد للوقوف أمام هجمات النظام. لابد من أن يكون هناك أيضا وضوح رؤية وموقف واضح صراحة للفصائل وللمعارضة السورية، للإئتلاف السوري، للحكومة السورية. كل هذه الأمور هي ربما تقوي الموقف التركي، وتركيا تدرك حجم التآمر على تركيا، ورأينا هذا الموقف كيف حصل يعني أثناء عملية نبع السلام. أما بما يتعلق بالمرضى والجرحى يعني وكل مأساة اللاجئين، صراحة أنا أقول أن هناك خلل، يعني هناك خلل هناك تخبط ربما يعني يتحمله الطرف التركي ويتحمله الطرف السوري أيضا. هناك ضياع أو غياب يعني واضح للحكومة السورية المؤقتة والحكومة الإنقاذ والمنظمات، فهناك خلل كبير صراحة. وبعد أيضا تراجع الدعم للمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الطبية، فهناك أزمة حقيقية يعني لا صحيح. وهذه الأزمة أستاذ مصطفى لا تخفى على أحد. بالعودة إلى دور تركيا كضامن وكشريك كما ذكرت حضرتك يعني في سوتشي وأستانا إلى جانب الإيرانيين والروس، هناك من يرى من المراقبين والمحللين أنه اليوم ما يجري من قصف في جنوب إدلب وجنوب شرق إدلب هو أيضا ما وقعت عليه تركيا بالاتفاق مع روسيا، وبحكم أنه العلاقات التركية الروسية الاقتصادية هي عميقة جدا وحتى العلاقات السياسية، يعني لا تستطيع تركيا أن تقف فعلا بوجه ما تقوم به روسيا.
اليوم أنا قلت أكثر من مرة، يعني اليوم روسيا موجودة في سوريا، وتركيا موجودة في سوريا، وإيران موجودة، وأمريكا موجودة. كل هذه الدول لا تريد للدول الأخرى، يعني حتى اليوم العلاقة ربما نستطيع أن نقول أنها ربما مميزة لحاجة كل بلد إلى الآخر من قبل يعني روسيا وتركيا، لكن أيضا روسيا لا تريد لتركيا أن يكون لها موقف قوي لموضوع قدم متقدم. رأينا كيف الاحتجاج حصل بالنسبة لعملية نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون. تركيا غير مرحب بها من قبل هذه الدول في سوريا، لا أمريكا ولا إيران ولا روسيا. لكن أيضا هذه الدول هي بحاجة ربما إلى الدور التركي، لا تستطيع التخلي عن تركيا. تركيا أيضا هي موجودة، كل دولة اليوم تدخل إلى سوريا لا تخرج من الأماكن التي تصل إليها. لو أتيح لتركيا أن تتوسع بعملية نبع السلام ربما لكان الموقف التركي هو أفضل من الموقف اليوم. لذلك يعني هذه الأمور كلها تخضع لموازين القوى. اليوم عندما تتحسن العلاقة التركية الأوروبية، العلاقة التركية الأمريكية، نجد أن هناك انتقاما ربما أو ضغطا على تركيا من خلال التصعيد والهجمات، ويكون مع الأسف الضحية هم الشعب السوري. حتى هذه الدول فيما بينها حرب غير معلنة أو غير مباشرة على الأرض السورية، لكن المؤسف الشديد أن الضحية هو دائما الشعب السوري ويعني المدنيين هناك. اليوم يجب أن يكون هناك صراحة وضوء. أنا برأيي كمحلل سياسي أنا متابع أقول أنه يجب على الفصائل وعلى كل القوى التي تمتلك السلاح والقوى السياسية أن يكون لها خارطة طريق واضحة تستطيع أن لا تحيد عن بعض، أن تضع خطوطا هناك لا تتنازل عنها. هذا الموقف هو المطلوب. وإما إذا ظلت الحال على هذه فإن هناك القضم يعني المستمر. روسيا والنظام يعني خطتهم ورؤيتهم واضحة، وهي اعتبار كل من خالف أو من عارض النظام هو إرهابي وسياسة الأرض المحروقة. لذلك هذه الأمور ستستمر ما لم يكن هناك صراحة موقف متغير من قبل تركيا ومن قبل أيضا الفصائل الموجودة. وتركيا يجب أن تدرك صراحة وتقتنع بأن ليس من مصلحة سوريا صراحة مهادنة النظام ولا العودة إلى علاقات مع النظام. النظام هو الذي يهدد الأمن القومي التركي، لكن يجب إقناع الساسة الأتراك والإعلاميين الأتراك بهذه النظرية التي بدأت اليوم لا تجد مشجعين لها. نعم سيادة العقيد، يعني ذكر الأستاذ مصطفى أنه اليوم يجب أن يكون هناك موقف واضح للفصائل مما يجري على الأرض في إدلب، وخريطة طريق مستقلة عن أي تبعات دولية أو إقليمية أخرى في المنطقة. هل ترى أن الفصائل اليوم هي فعلا قادرة على تبني خارطة طريق تتبنى الشعب السوري وتقدم العون للسوريين اليوم في شمال سوريا وفي المناطق التي تسيطر عليها على أقل تقدير؟ للأسف الشديد يعني الفصائل المعارضة منذ بداية الثورة حتى الآن هي في موقف لا تحسد عليه. رأينا في الغوطة الشرقية هناك اقتتال، رأينا في درعا كذلك، في إدلب حتى اليوم بعد يعني ما حصل في كل الأراضي السورية لم نجد بأن هناك موقفا سياسيا وموقفا عسكريا صلبا واحدا موحدا في لدعم الجهود إن كان عسكرية أو سياسية. لذلك نرى هناك انقسام في هذا الموقف وعدم يعني رؤية إلى أين نذهب الجميع. يعني من يذهب إلى أستانا اليوم، وأستانا اليوم في الحلقة رقم 14 هذه ماذا فعلت أستانا حتى الآن غير تقديم بعض الغطاء السياسي لأستانا للروس للإيرانيين الذين يتزرعون بمحاربة الإرهاب في قتل المشافي في قصف المشافي وقتل الشعب السوري. إذن يعني لنرى النتائج التي حققتها أستانا، هل حافظت على الأرض؟ هل أوقفت قصف المدنيين؟ هل خرج المعتقلون من سجون النظام؟ إذن هذه هي العبرة. أما عن روسيا تؤمن بالحسم العسكري، وكذلك الميليشيات الإيرانية ونظام الأسد جميعهم يؤمنون بالحسم العسكري والبسط السيطرة
السيطرة على كل الأراضي السورية، لذلك هم يأخذون كل هذه المفاوضات بشكل فقط لكسب الوقت وللتمدد على حساب أرض المعارضة. ولكن المعارضة السورية بإمكانها اليوم مثلا عندما يشن معركة في النظام في منطقة معينة بإمكانها أن تفتح جبهات أخرى، وحلب لا تبعد أكثر من 2 إلى 3 كيلومتر عن مرمى الصواريخ والقوة. إذن عندما لا يكون هناك وقف إطلاق نار كامل ومؤمن ويكون يعني مضمون من قبل الدول الأخرى، لذلك الموقف التركي هو ضعيف من هذا الشأن أولا من الحالة الداخلية للمعارضة السورية كانت سياسية أو عسكرية، وكذلك من الموقف الدولي الذي ترك الأمر على غاربه للروس. فلا أوروبا تتحرك ولا الولايات المتحدة تتحرك ولا الأمم المتحدة قادرة على اتخاذ أي قرار ضد الوحشية الروسية والنظام، وكذلك ضد ميليشيات إيران التي توجد على الأرض السورية. العقيد أحمد الحمادي، أشكرك جزيل الشكر، المحلل العسكري كنت معنا من إسطنبول. الشكر أيضا للمحلل السياسي مصطفى حامد أوغلو كان معنا من إسطنبول، وأشكر أيضا محمد حلاج مدير فريق منسقو الاستجابة السورية كان معنا من الريحانية. هذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، نعود ونلقاكم غدا بإذن الله.